انما ال 3 دي برينتر بيعمل لي السلام بتاعه المريض نفسه. كل ما اعتقد ان احنا وصلنا الى القمه تبان ان احنا لسه قدامنا قمم اخرى. التقويم كان قبل كده لعبه فرديه، انا بلعب لوحدي. طب بقول لكم ايه بقى؟ روح على المانيا هاتولي الجهاز ده. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقميه. اهلا بكم. بلا شك عالم الاسنان عالم مثير للغايه، وفيه الكثير جدا من الحقائق التي يجهلها الكثيرون، وفيه ايضا كثير من الاوهام الذي يعتقد فيها الكثيرون بدون اي يعني تقبل للفكره الصحيحه ويرفضوها. وزي ما انا قلت فيه كثير من الاهمال من الناس وعدم مراعاه اهميه ان السنان تكون حلوه. حقيقه ضيف عزيز علينا جدا اجاد بشكل كبير جدا في نقل خبرته الاكاديميه والاكلينيكيه الى الشاشه، وتحدى الكثيرين عندما تحدث باعلى مستوى ممكن ان يتحدث به كمحاضر متمرس ونقل للكم العلمي الدقيق جدا الموجود في كتبه. كان بالفعل مبدعا وسبقا في استحضار اعلى انواع التكنولوجيا، وكانت التكنولوجيا في ذلك الوقت ربما تثير الكثير جدا من حفيظه الكثيرين ممن يعملون بالطرق التقليديه، ولكن صممنا على ان التكنولوجيا هي المستقبل، بل احنا صدقنا جدا انها كمان الحاضر. القيمه العلميه الكبيره وضيف العزيز استاذ الدكتور شادي علي حسين، اهلا بك يا دكتور شادي. اهلا بيك يا دكتور. طبعا انا انت عارف نظام البرنامج قائم على الام سي كيو، وانت طبعا من مواضيع الام سي كيو في الامتحان اللي هو ام سي كيو اللي هو مالتيبل تشويس كويشنز اللي هو الاسئله متعدده الخيارات. هنا مش بس اسئله متعدده الخيارات، الحقيقه في كل مره هسالك انت عليك ان انت تجاوب واحد من الثلاث احتمالات اللي هقولهم، وهسمع منك مستنداتك وادلتك وبراهينك لاثبات وجهه نظرك ووضحت وجهه النظر الاخرى او الشيء المقابل، وايضا هناك مستندات وادله ممكن تستعين بيها، وهطلب منك في الاحيان ان انت تبين درجه الاتهام اذا كانت جنايه، اذا كان لون اسود هقول لك ده اسود قوي ولا اسود نص ونص، حاجات كثيره بس الحوار هيكون مثير للغايه. تعال نبدا بالمنطقه الاولى. ابيض اسود ام رمادي؟ الكثير من الناس وخصوصا من الطبقه مستواها المادي جيد مقتنعين بانه الاسنان لكي احصل على نسبه تجميل او قدر من التجميل فيها اذهب الى الخارج، اذهب الى بلد للتعامل مع منظماتها او منظوماتها الطبيه. هل هذا الان ابيض ام اسود ام رمادي؟ الان اسود. انا بتفائل الحلقات اللي اولها اسود. الغرض من وجود شايني وايت في الاساس ان احنا نعمل مستوى طبي يواكب العالم كله. يعني شايني وايت النهارده ما بقتش بتنافس جوه مصر خالص ولا في دماغنا، لان احنا راننج ان ديفرنت تراك. الحمد لله لا نذاكر على نفسنا احدا، مش غرور، ولكن احنا اللي بنفكر في التارجت بتاع الايم او الغرض الاساسي ان احنا نفضل نضيف الجديد. انا قلتها للطلبه بتوعي وقلتها للتيم بتاعي في شايني وايت، قلت لهم انا لو ما قدرتش اقدم حاجه جديده مش هطلع على الشاشه تاني. انا لو مش كل مره طلعت بجديد وتطوير وقدرت اقدم حاجه جديده للناس واعرفهم تكنيك جديد انا مش هطلع تاني ايه على الشاشه. فانا النهارده ما يجيش في وقت من الاوقات ابص الاقي ان في حد يقول لك لا اصل انا مسافر، علشان ممكن هناخد امثله في الحلقه على حاجات زي كده، حد يسافر عشان يعمل حاجه في اسنانه بشكل معين علشان خاطر التكنولوجيا دي مش موجوده في مصر. وعلى الجانب الاخر ان هي جزيره وفي واحد واقف من ناحيه المايه من هنا وواحد واقف من ناحيه المايه من هنا، واقف من ناحيه المايه من هنا المرضى اللي هم حاسين ان مفيش تكنولوجيا كافيه ومفيش خبرات اللي بتتعامل مع التكنولوجيا دي في مصر تكفي ان هي تحقق لهم اللي هم عايزينه.
الناحيه الثانيه اللي واقف على الناحيه الثانيه من الجزيره الدكاتره اللي متخيله ان الاقتصاد وان الناس وان مش عارف ايه الكلام ده كله، لا الناس مش هتدفع والاقتصاد المصري مش هيستحمل ان انا احط الكميه دي من التكنولوجيا في مكان واحد عشان خاطر اقدر اقدم السيرفيس بالمستوى ده. ده كلام وهمي على فكره، وهمي وبيروجوا اعدائنا ان احنا عندنا حاله اقتصاديه وان في مش عارف ايه وان الناس مش لاقيه. في ناس تعبانه وفي ناس لكن في اقتصاد شغال وفي ناس بتشتغل وفي ناس تقدر تعمل كل حاجه. والصحه والطب ما فيهوش كده. ويا دكتور ايمن هقول لحضرتك على حاجه، اللي بيميز دايما المصريين بره مصر ايه؟ ان هم اتعودوا ان هم ينحتوا في الصخر علشان خاطر يقدر يعمل حاجه محترمه. احنا ما ننكرش ان احنا عندنا مشاكل في الاستيراد وعندنا مشاكل في الماتيريالز وعندنا مشاكل في الاجهزه والصيانات ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن احنا النهارده نقدر نتعامل مع ده بشكل اكتر واحسن بكتير جدا من اللي بيتعامل معاه. انا في مره كنت مع واحد اسمه كلاوس فيدن. كلاوس فيدن ده رئيس المنظمه العالميه للطب الاسنان الرقمي. فبقول له، يمكن حكيت القصه دي قبل كده في الدكتور، بقول له ان احنا بنعمل 8 سنان و10 سنان في مره واحده. الناس دي هي اصلا الاوبينيون ليدرز، الكي اوبينيون ليدرز اللي في العالم اللي بيقولوا ان الجهاز ده بتاع السارك وبتاع الكمبيوتر يشتغل ازاي. خبراء اللي هم الخبراء. الخبراء يقول لي، بقول له 8 سنان، ايه 8 سنان في جلسه واحده؟ تو ماتش ستريس دكتور، انا ما احطش على نفسي الستريس ده. احنا اتعودنا ان احنا نشتغل هارد وركرز بشكل قوي جدا، ولكن احنا عندنا مفاهيم وهميه خاطئه محتاجين نتحرر. يعني النهارده المريض كل التكنولوجيا اللي هياخدها في اي حته في امريكا، في اي حته في كندا، في اي حته في اوروبا، الحمد لله نقدر نوفرها له وبنفس الكفاءه، ولكن كمان بالظروف اللي تناسب ظروفه الاقتصاديه والوقت والكلام ده كله والسفر. يعني لو جيت حسبت سفر ورايح ورجوع وقعده هناك واقامه مع ثمن علاج مبالغ فيه، لما تيجي تحسب ده هتلاقي ان هو اكيد هيبقى اقل بكتير في مصر. عظيم. في سؤال جاي، السؤال القادم مهم جدا. هل تعتقد، يعني اللي انا هقوله دوت هتقول لي ده عضو الاسود ولا رمادي؟ الناس بتقول انه مجال تجميل الاسنان، تجميل الاسنان اصبح يعني واخد حيز من الاهتمام، واخد حيز من الحوار، واخد حيز من الانفاق اكتر من اقسام علاج الجذور وعلاج اللثه والجيوب الانفيه ومشاكلها. هل ده ابيض ام اسود ام رمادي؟ والله هو رمادي لسبب حلو اللون. هقول لحضرتك ليه. المشكله الاولانيه ان هو يعني في بيختلط على الناس كلام كتير في 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 دعايه يمكن كانت مش مظبوطه في ان التجميل ده تخصص. هو التجميل ما هوش تخصص، يعني ما فيش حاجه اسمها واحد متخصص تجميل. التجميل هو مجموعة من التخصصات المدمجة مع بعضها علشان في الآخر أجمل سنان. فبيجي لي مريض، هي مشكلة المرضى إيه؟ مشكلته إن هو مش متخيل أو مش عارف هو هيروح فين أو هيعمل إيه في سنانه. فبيبقى لو هو من النوع الإديوكيتد ومتقبل للفكر الآخر، فلما يجي يبقى لما تيجي تقول له على حاجه جديده هو مش فاهمها او على سيستم جديد هو مش فاهمه، تقول له والله حضرتك انت النهارده تيجي تعمل اشعه مقطعيه مثلا وتخش بالاشعه المقطعيه على قسم التشخيص وبعد كده مش تشتغل في اول مره، نديك خطه علاجيه وتشتغل مره بعد كده. طب انا هعمل الكلام ده كله ليه؟ انا عندي سنه فيها مشكله ما معوجه شويه فعايز اظبطها. لا تتخيل الفرق ان مثلا واحد كان عندي ولد عنده 16 سنه جاي لي ان سنه بتتلخلخ، اصل دي تلخلخ شويه يا دكتور. فوجئت عملنا له اشعه مقطعيه عنده اوتوجينيك كرابسيست، كيس دهني كبير جدا واخد النص او ربع المجزله او الفك العلوي بالكامل. المجزله اللي هي العظمه دي. وسبب ان السنه دي بتتلخلخ وكارثه، هو جاي علشان سنه بتتلخلخ ومامته مش معتقده ان في مشكله اصلا. مجرد ما عملنا الاشعه المقطعيه اكتشفنا بلاوي. فانت النهارده جزء من تجميله ان انت تعالج له جراحيا مشكله الكيس الدهني، وبعدين تعوض له العظم المفقود، وبعدين تعمل له اسنان. واحد تاني عنده تسوس في الاسنان فمحتاج ان هو يعمل الادهى من كده ان في ناس تانيه تجيلك يبقى عنده اسنانه خربانه وفي مشاكل كتيره جدا ورا، ويجي يقول لك لا والله اصل انا عندي هنا تسوس صغيره عايز اشيلها. طب العضه فيها مشكله، طب الاسنان فيها مشكله. لا لا يا دكتور انا مش عايز اعمل حاجه دلوقتي، لا انا عايز دي بس.
المشكله في ايه؟ المشكله انك لما بتطوعه وتعمل اللي هو عايزه هو برضه ما بينبسطش. هو في الاخر هيجي مثلا يقول لك اصل الحشوه وقعت او الطربوش او بتاع اتكسر. طب ما هو الوحيد اللي لامس، هو الوحيد السليم والباقي كله بايظ. فانت ما ينفعش، ما فيش ترابيزه بتشال على 28 رجل هتشيلها على رجل واحده وتقول انا عايز تبقى ماشيه كويس. فطبعا بتلاقي كونتروفيرسز كتيره قوي او تناقضات كتيره قوي بيحتاج تعديل. فعشان كده هي منطقه رماديه شويه في ان انت ما بين انك تقنع الناس وما بين الدعايه اللي مش مظبوطه اللي ساعات بتتم. عظيم. هذا بقى سؤال مهم جدا، السؤال ده مهم جدا. حد بيشتكي من ظهور علامات كبر في السن مش كبير. فاول ما هيفكر هيروح لاطباء تجميل، واطباء التجميل هيعملوا الواجب، يعني مش ملامين. انا كبير شويه في السن، انا حاسس الحتتين دول وقعوا، ما اعرفش ايه اللي حصل، طب شويه فيلر شويه مش عارف ايه والكلام ده كله. وقلما يخطر في بال احدهم ان يذهب الى دكتور الاسنان لانه هو السبب في المشكله بدايه من الاسنان. هل حجم هذا التجاهل او حجم هذا الجهل في المنطقه سبب الكبر في السن تراه ابيض ام اسود ام رمادي؟ اسود. اسود جامد قوي، يعني شايفه اسود ايه؟ بلو بلاك ولا اسود كحلي؟ اسود كحلي ولا هو اسود ابيض؟ هقول لك ده هو اسود لسبب، هو لو راح لدكتور سنان برضه مش عارف يعمل له حاجه. لا لا المشكله اللي بتقابلنا في حاجه، احنا دايما ولا كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. هعرف حد يعني اللي فاهم المشكله دي نوعين، يا اما واحد مش عارف اي، يعني هو سنانه كامله حصل له تاكل في السنان، يمكن يعني نشوف الحاله واحنا بنتكلم. هو سنانه ما عندهاش ولا مشكله. انزل يا ابني بالمستند الاول. ده المستند الاول، انزل يا عم بالمستند الاول. تبص على شكل وشه او شكل وشها، كان الكيس دي في ميل، بص على شكل وشها تحس ان في ريفرس سمايل لاين. يعني ايه ريفرس سمايل لاين؟ يعني شكل الابتسامه معكوس. تمام، اللي هو الثيرد فيس ده بتاع الانيميشن. وتلاقي ان التشيكس او الخدود دروبت، وفي عندي الجروفز دي باينه جدا، وديب التجاعيد اللي هنا دي تبقى باينه جدا. نزلوا في عالم التجميل معروف. شكل من بره تلاقي ان المريض يحس ان هو ده فيلينج اوف اولد ايج على شكل النت. تبص على الاسنان، الاسنان كلها كامله مفيش حاجه ناقصه خالص، ولكن عندك لوس اوف فيرتيكال هايت، عندك جزء تقريبا تلت السن العلوي من الاسنان الخلفيه وتلتين السن العلوي في الاسنان الاماميه مفقود نتيجه الطحن والتاكل. بنبتدي نعمل ايه؟ نبتدي ان احنا نعيد بناء الاسنان دي على الكمبيوتر الاول. تمام، لما عيد بناء السنه احط الجزء العلوي ده على الكمبيوتر. لو انت حبيت تخرطه، تعالى بقى اشوف بقى الكونتروفيرسز بتاعت التكنولوجيا، عشان كده بقول لك موضوع. لو حبيت تخرط الجزء العلوي ده، لو انت عملت 2 مللي في كل سنه، وال2 مللي دول انت ما حببتش السنه، انت البيشنت دي يعني جت احنا صورنا الاسنان بتاعتها بس ومشيت، احنا ما لمستهاش، يعني ما مسكتش كونترا او شنيور ولمست سنه، انا من كل اللي عملته انا صورت. وبعدين عملنا ريكونستراكشن او اعاده بناء للاسنان على الكمبيوتر. نعمل بوز بس للفيديو دي واحده، عشان عايز بس اوضح حاجه. العيان لو رجعنا للصوره الاولانيه، العيان عنده فقد لجزء كبير جدا من الاسنان. لما فقد الجزء الكبير جدا من الاسنان ده، حصل ان الوش زي ما شفنا اتطبق. المريض اصلا هل هو متخيل ان هو عنده مشكله؟ لا، سنانه سليمه وكامله. وفي نفس الوقت لو حب ان هو يعمل اي حشوه في اسنانه، سواء حشوه او طربوشه سنجل، المريض هيبص تلاقي ان هو هيبقى يتعمل مثلا الراجل الدكتور هيعمل اللي عليه، فيحاول يعملهم باناتومي او بشكل في نتوءات وطلوع ونزول ومش عارف ايه والكلام ده كله. يجي يحطها في فم المريض ويجي يقول له جرب، يقول له يا دكتور عاليه. مهما كانت عاملها قليله او ارتفاعها قليل هيقول له عاليه. ليه؟ لان هو فاقد الارتفاع بتاع الوجه، واي حاجه هتتحط
حتى لو على ارتفاع اللي جنبيها هيقول له علي. يفضل الدكتور يبرد فيها لحد ما يخليها لدرجه ان ممكن لو حشوه او طربوش يتخرب لان المريض حاسس انها علي. فبتعمل ايه بقى؟ حل الموضوع ده ايه؟ ان انت تبتدي انك تريكونستراكت او تعيد بناء الاسنان كلها وتطبعها. لو خرطتها النتوءات من كتر ما هي صغيره هتتخرب. اه طبعا. فبيبتدي نتعمل ايه؟ نطبعها بشكل مطبعه ثلاثيه الابعاد، برينتر ثلاثي الابعاد 3 دي برينتر. وابتدي اعملها من بلاستيك الاول واحطها على كل الاسنان، اعيد تكوين الاسنان ليبيال فينيرز من بره في يعني حاجه غطاء خارجي وغطاء علوي في الاسنان الخلفيه. 28 سنه بيتعملوا، بيطبعوا مش بيتخرطوا بقى زي ممكن شفنا شكل البرينتنج، ويتلزقوا على الاسنان من غير ما تتلمس. انا ما حضرتهاش انا لان انا اوريدي الجزء اللي انا كنت محتاج احضره هو اتبرد فانا ما لمستهاش. انا بحط على السن اعيد تكوينها. تخيل اختلاف في شكل الوجه جذري، يعني لو بصينا تاني على الصوره هتلاقي شكل الوجه تلاقيه اختلف تماما، الشفه تلاقيها طلعت لبره تاني، الجروفز تلاقيها اختفت. انا عايز اقول لك ان الصوره دي ايميديتلي مجرد ما لزقت حضرتك اقفلي صوري المنظر، اختلاف جذري في شكل الوجه. في نفس الوقت العيان ده لو حقن مثلا بوتوكس او عمل فيلرز او الكلام ده، لا هيبان اللي هو عارف عارف باباي بتاع زمان ان الارتفاع بتاع الوجه صغير وانت نفخت فيبقى شكله منفوخ وصناعي، وتحس ان الشفه منفوخه شكلها ارتفيشال. وتلاقي ممثلين كتير قوي اتعمل لهم بتاع حاجات زي كده واسنانه هي اللي فيها مشكله، تلاقي شكله عجوز بس منفخ، كانه واحد عجوز بس وارم. لا كانه لعب ماتش ملاكمه مع تايسون. ماتش ملاكمه مع تايسون. وفي نفس الوقت بيجي مثلا دكتور الاسنان هو مش عارف يعين المشكله دي، هو ما درسش الحدوته دي، فيبتدي يعمل اسنان على الارتفاع اللي موجود. انت عارف يا دكتور ايمن لو حاولت تعمل سنه واحده باي شكل من الاكلف او جنب كامل لوحده العيان مش هيبقى مستريح. ليه؟ لان لازم العضله تترفع كلها مره واحده، ال 28 سنه يتعملوا مع بعض. والا المريض مش هيستريح ولا هيبقى مبسوط ابدا. طب انا هذهب الى المنطقه الثانيه. منطقه ثانيه، منطقه قويه ومهمه وتحتاج الى حكم نهائي. نشوف المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ المتهم والجاني والبريء، هطلب منك انه في الجنايه لو كان جاني تقول لي تحكم عليه بايه؟ جدلا يعني. عندما يفرض المريض طريقه تجميل اسنانه على منظومه طبيه، في هذه الحاله المنظومه الطبيه التي فرضت عليها طريقه التجميل، متهم ام جاني ام بريء؟ مفيش حاجه اسمها مريض يفرض على دكتور. افرض انه هو مشي متهم ولا جاني؟ لا ولا متهم. ولا مش جاني؟ لا هو متهم. متهم. لان هو المفروض هقول لحضرتك على حاجه. احيانا الدكاتره كتير في اول حياتهم بيبقى يعني ما عندوش الجراءه ان يقول المريض ده ما ينفعش. يعني ساعات كتيره بتيجي، يمكن حاله انا بكتير بتكلم عليها اللي هي حاله فقد الاسنان الخلفيه وفاضل الاسنان الاماميه بس، واحد ما عندوش ولا ضرس وعنده ست اسنان اللي قدام فوق وست اسنان اللي قدام تحت وما عندوش حاجه ورا خالص، ويجي لك يقول لك انا عايز اعمل فيهم تجميل، عايز اعمل فيهم قشره، عايز اعمل فيهم طرابيش، اصل هم مسوسين، اصل هم شكلهم طويل، اصل هم مش عارف ايه الكلام ده كله. اي انت هم قواطع بيستخدموا كطواحن، ان هو المفروض ما عندوش ورا حاجه بتطحن فبيقطع ويمضغ عليهم. فحضرتك اي شغل هتعمله فيهم هيتقطموا ويتكسروا ويتبهدلوا. فهو هيبقى متهم في نظر المريض لو عمل الشغل ده. السؤال الجاي مهم جدا. ما اعرفش اسغولك زي ما فكرت فيه الاول ولا بعد التعديل اللي انا فكرت فيه دلوقتي، بس انا هسغولك بصياغتين يعني. مريض منظومه طبيه تستخدم مواد غير جيده في التعامل، مواد غير جيده في التعامل مع مشاكل الاسنان المرضيه. هل ده متهم ام جاني ام بريء؟ ولو حطينا كلمه اضطرت الى استخدام، هل في حاجه اسمها اضطرت الاستخدام؟ هو ده التعديل اللي انا عملته. كويس. هو 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 احنا هو جاني لسبب. حتى لو كلمه اضطرت، حتى لو كلمه اضطرت هقول لحضرتك ليه؟ لان احنا في الوضع ده دلوقتي. يعني احنا دلوقتي النهارده عندنا الدولار سعره ارتفع واليورو، فاسعار الماتيريالز جنرالي ارتفعت. ف
المرضى بيجي بيفتكر ان الدكتور هو اللي بيعلي اسعاره على المريض. الدكتور انت عليت الاسعار ليه؟ ففي دكاتره بتبتدي ان هي علشان خاطر ما ترفعش الاسعار تقلل من الكواليتي بتاعه الماتيريالز اللي كانت بتستخدمها علشان خاطر ما يبقاش ما يتهاجمش من المرضى. لا انا شايف لا، انا بالنسبه لي انا اقفل وما اشتغلش بس اشتغل كويس. عالم الاسنان فيه كم من الوهم كبير وكم من الشكوك، يعني بدا ينتشر حتى مع وجود تكنولوجيا متقدمه وتقدم الحوار الثقافي فيه، لكن يبدو ان سيحاط دائما بكثير جدا من الاشياء التي توصف بانها شكوك ويحتاج الى الاثبات اليقيني مع الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ يعتقد الكثيرون الآن أن طالما هناك كمبيوتر وجهاز السيرك في تجميل الأسنان أو في التعامل مع مشكلتها، إذن البطل موجود وهو رقم واحد وهو الزعيم، ويختفي الأدوار الأخرى، أو بمعنى صح تتضاءل الأدوار الأخرى من مهارة وخبرة وإلى آخره. هل ده وهم ولا شك ولا يقين؟ وهم. رغم أن أنت كنت يعني مش يعني أنت من أول الناس اللي جاب السيرك في مصر. مش ما انا النهارده انا بقول لحضرتك مثلا على مثال زي بتاع التركيبات اللي هي فيها جزء لثوي وجزء اسنان. هي نفس الشركه على فكره اللي عامله السارك التشير سايد، هي اللي عامله الجهاز التاني اللي بيعمل الاسنان باللثه. بس هي المشكله مش في كده، المشكله ان انت النهارده هاو تو سيلكت، انت النهارده تختار تعمل مين امتى. كالعاده بشكل واضح جدا كنت اكاديمي النزعه، فكنت واضح جدا في الاسود ولم تستخدم الرمادي الا مره واحده واستخدمته على استحياء، وكانت الاتهامات بالجنايه واضحه، حتى لما كنت متهم كانت صرغه الاتهام فيها حكم بالجنايه، وذهبت الى الوهم بشكل دقيق للغايه في التوصيف، وايضا اليقين كان تعبيرا واضحا في كل الحوار. ابدعت واوجزت في حوار، واعتقد ان انت صححت منطقة الأسنان المركبة باللثة الصناعية دي، أعتقد في ناس كتير فهمت، وأعتقد إنهم هيفهموا، بتقولي الموضوع صعب. نورتنا يا دكتور شادي، خليك دايما معنا. صحة. في ناس تانية تقول لك لا أصل أنا خايف أكشف، خايف أعمل أشعة لا يطلع في حاجة. ده كلام اللي بيجيله غضروف ما مش هيقوم منه تاني، اللي بيجيله ورم مش هيخف منه تاني. ليه ناس تعمم حقنة الكورتيزون لواحد عنده غضروف؟ ما ينفعش، دي مش بتاعت ده. الديسك هيتضرب أرجوك ما تتخورش.